مع الطقس الحار الذي أصبح يعاني منه معظم الدول بمختلف أنحاء العالم، لجأت شركة بيل ماتل اليابانية إلى حل لعزل الجسم عن درجة الحرارة المرتفعة المحيطة به بعيداً عن الأساليب التقليدية مثل حمل المظلات. طورت الشركة قبعات ذات مظهر عادي لكنها مزودة بجهاز تبريد يعمل بكفاءة على تجديد نشاط خلايا المخ والحفاظ على درجة الحرارة. الهدف الذي دفع الشركة لتطويره هو الخوف من ارتفاع درجة الحرارة خصوصاً في أوقات إقامة أولمبياد طوكيو 2020. كما أنها صممت لمن يقضون وقتاً أطول في الشوارع في النهار بحكم عملهم، وتأمل الشركة أن يغزو المنتج الأسواق خصوصاً بعد ارتفاع أعداد الوفيات في اليابان بسبب السكتة الحرارية، منهم 57 شخصاً توفوا في أسبوع واحد نتيجة الإصابة بضربة شمس. تتنافس الشركات التكنولوجية في الآونة الأخيرة لمحاولة إيجاد منتجات تواجه ارتفاع درجات الحرارة خصوصاً بعد تغيرات الطقس الملحوظة التي شهدتها دول عدة.